يطلع قرار بقى نفتح الاسم ده. نعرف تفاصيل اكتر وايه رد فعل وتأثير هذا القرار بتاع فتح المستشفى والتحقيق مع الاطباء، مع الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الاطباء. مساء الخير يا دكتور منى. مساء النور يا فندم. رد فعل حضرتك ايه على القرار بتاع النهارده الخاص باعاده فتح المستشفى والتحقيق مع الاطباء، او استدعاء مدير المستشفى لسؤاله عن الاطباء اللي رفضوا يشتغلوا وتضامنوا مع فكره الاعتصام؟ الاول وحضرتك بتحط مجموعه من اجزاء الصوره جنب بعض، احب احط قدام حضرتك الفيديو اللي بتتناقله مواقع التواصل الاجتماعي النهارده لامين الشرطه اللي بيرفع الطبنجه بتاعته في قلب احدى غرف العنايه المركزه بالبحيره، في دمياط، مستشفى في البحيره، في دمياط. هو بس دكتور الفيديو كان معانا بس يعني مش واضح. نعم؟ الفيديو كان معانا والحقيقه مش واضح، لما احنا يعني حاولنا نحقق في الموضوع ونسال عليه ان الموضوع ده تقريبا من شهر حصل ايه في التحقيق، لسه بنحاول نشوف ايه اللي هيحصل في التحقيق، لكنها كلها اجزاء مترابطه فعلا. الموضوع هو كده بالظبط، هو ان احنا طالما يعني زي ما بيقولوا من امن العقوبه اساء الادب. احنا عندنا الحقيقه كارثه ان من يحمينا اللي هي الشرطه احد رموزها المهمين امناء الشرطه يعتادوا على رفع سلاح الميري في اي مشاجره لاي سبب تافه في قلب مكان عمل رسمي. حضرتك من شويه اتكلمت على الطبيب اللي داس على راسه بالجزمه، مش بس حضرتك، الاطباء اختطفوا من مكان عملهم واحتجزوا بدون وجه حق، ومش بس الامينين اللي دخلوا في الخناقه، لا ده اقتحم المستشفى تويوتا، عربيه تويوتا محمله بمن 6 لـ 8 امناء شرطه علشان سمعوا من زمايلهم ان في مشكله في المستشفى، فجولهم في تصرف اقرب يكون لتصرفات العصابات مش لتصرفات رجال الامن، واختطفوا الطبيبين ودخلوا بيهم الاسم قدام الضابط النبطشي ومحدش سالهم انتوا رايحين فين، واحتجزوهم فوق لحد ما الاطباء اللي فاضلين في المستشفى كلموا مدير المستشفى، ومدير المستشفى كلم المامور، والمامور تدخل وجات رتب اعلى ورجعوا الاطباء بعد ما احتجزوا ربع ساعه طبعا بعد الاختطاف. ده كل ده اتبلغ في بلاغ رسمي لسياده النائب العام من اداره المستشفى يوم السبت الماضي، واتبلغ لسياده النائب العام من النقابه يوم الاحد. يعني البلاغ الاول الرسمي كان من اداره المستشفى، ويوم الاحد لان احنا يوم السبت كان عندنا اجتماع مجلس نقابه خدنا فيه قرار ان احنا نبلغ بالحاجات دي سياده النائب العام. ومن وقتها واحنا بنستجدي ان يتفتح تحقيق رسمي في الموضوع. طيب. لحد النهارده ما اتفتحش تحقيق، مجرد احنا ما بنقولش حضرتك يتحكموا ويتحكم عليهم بكذا، احنا بنقول يتفتح تحقيق رسمي علشان الناس تحس بالامان في مكانها، تعرف تشتغل. يقولوا لنا هنجيب لكم 100 واحد يامن المستشفى بس اشتغلوا. اللي امنوا اللي هتجيبهم لنا يامنوا المستشفى دول هم اللي اختطفوا الناس بالقوه وتعاملوا تعامل تشكيلات عصابيه. احنا مش يعني مش هنغير الاخلاق قطاع الشرطه في يوم، ولكن في حاجه اسمها عقاب للمخطئ. طيب ايه الخطوات اللي منتظر ايه الخطوات المنتظر مجلس النقابه ياخدها بعد القرار بتاع اعاده فتح المستشفى يا دكتور؟ طبعا ده قرار يعني يحتاج الى دراسه، واحد زملائنا كان قال في الاعلام رايه الشخصي على انه راي مجلس نقابه، وده تصرف في المواقف الهامه اللي زي كده تصرف غير صائب. فهتسمح لي حضرتك ان مجلس نقابه هيدرس الموضوع بدقه قبل ما يقول رايي، من الصعب ان انا اقول رايي على الهوا، هيبقى رايي الشخصي. لكن الانطباع الاول بالنسبه لي ان في اجحاف شديد بحق اطباء، كل اللي طالبوا بيه تحقيق هو رسمي، فتح تحقيق رسمي عن طريق النيابه، وتقدموا بطلب لاعلى سلطه المفترض انها سلطه حمايه في البلد، حمايه قانونيه، وهي النائب العام، وطالبوه بفتح تحقيق رسمي. لحد النهارده ما تفتحش التحقيق، وكل السياط يجلد بيها الاطباء. برضو ملحوظه صغيره علشان انا بقدر تحفظ حضرتك وتحفظ اي مواطن على يعني ايه موضوع الاضراب وحق المواطنين. طبعا اسمح لي حضرتك، المستشفيات بتغلق لما يبقى فيه ظروف اضطراريه لاغلاقها، بتغلق لما يبقى فيه عدوى في التعقيم،
معهد القلب بعد زيارة رئيس الوزراء السابق مهندس إبراهيم محلب أغلق للتطوير. نفتكر الزيارة دي كانت من كام شهر. لحد النهاردة معهد القلب، معهد القومي للقلب، أكبر مؤسسة لخدمة مرضى القلب في جمهورية مصر العربية كلها، مغلق للتطوير. طيب بس معروف يا دكتور، معلش دكتور، معروف طول وقت إنه في الحالات اللي زي دي الاضراب او الاضراب لاغراض سياسيه او مهنيه، يعني لا ما هيش انه أغراض الحاجات بتاعه الطوارئ والولاده تبقى شغاله. لما يبقى الاعتداء تم في الطوارئ وطوارئ في المطريه اللي هي مستشفى في مكان شديد العنف، وفي العادي بيطلب قوه من القسم لصد مشاكل مره واتنين كل يوم، ويبقى امناء الشرطه اللي هم بيطلبوهم هم اللي عملوا كده. حضرتك طيب، قول لي ممكن ازاي الناس تشتغل؟ طب هل مثلا معلومه صغيره، حضرتك تعرف ان في الحادثه اللي حصلت والجري واختطاف الناس، في حد كان بينزل في الاستقبال وتوفى؟ حد حضرتك كمواطن مصري تأمن انك تروح تتلقى خدمه في استقبال بيجتاح بقوه وبيتجري فيه ورا الاطباء بمسدساته؟ لا طبعا ده غير مقبول يا دكتور. بس هل مثلا مش النقابه، بس غير مقبول يعني كده اهو، هل النقابه حطت بدائل لاهل المطريه مثلا؟ هل النقابه فكرت انها تحط بدائل؟ يعني دي مستشفى واحده، دي مستشفى واحده، جنبها في مستشفى منشيه البكري، وجنبها في مستشفى عين شمس الجديده، وجنبها اقرب في مستشفى الزيتون، وفي لصيق بيها في حالات الطوارئ، لصيق بيها الحيطه في الحيطه مستشفى الكلى التخصصي، جنبها معهد الكلى، طبعا في حاله طارئه هي معهد كلى، ولكن في حاله حد بينزف، حاله يعني الصفات الاوليه. فالحقيقه المبالغه في الناس تعمل ايه، مبالغه انا شايفاها تستخدم لجلد الاطباء. ثانيا احنا طلبنا طلب من الممكن ان يلبى في خلال ربع ساعه، ان يطلع امر ضبط واحضار للناس دي وتتقدم للتحقيق، محدش هيبقى واقع على التحقيق. وصلت يا دكتور، بنشكر جدا دكتوره منى مينا عضو مجلس نقابه الاطباء. العدل اساس تامين اي حاجه حتى لو مستشفى. بالمناسبة احنا كنا متفقين مع الامين محمد رضوان، امين الشرطة محمد رضوان المتهم في هذه الواقعة، ان يكون موجود معنا في مداخلة، وبعد ان ابدأ موافقة قرر فجأة انه ينسحب. ليه كنا متفقين معاه؟ لانه الراجل النهاردة نازل عنه سي في الحقيقة هايل، ان هو كان بيفرض ايتوات من قبل الثورة على سكان المطرية، وان سكان المطرية عندهم فرحة من فضحه. فبأي يعني منطق نحمي شخص زي ده، أو نتستر على شخص زي ده، أو نتعامل بهدوء مع شخص زي ده؟ والسؤال ده كمان للنواب قبل أي حد تاني.